احنا مش هنغير ديننا ولا هنغير عاداتنا ولا قوانين بلادنا عشان 28 يوم. انت اللي لازم تتأقلم علينا وتعرفنا عشان تعرف تتعامل معنا كويس. تماما، بالعكس، انا كعربي كسوري كمسلم ادعم قطر، انا مع قطر، وبرايي راح تكون افضل نسخه كاس عالم مرت على دول العالم كلها. بالضبط، طلع وصرح انه نحن بنحترم كل اي ديانه او اي طائفه او اي شيء او اي عقيده بيجوا لعنا، بس بالتالي مثل ما نحن مستضيفينهم وحنحترمهم، هن كمان حيحترموا عاداتنا وتقاليدنا وكيف نحن ومين نحن. يعني أن انتقد الدول التي تنتقد قطر باستضافتها لكاس العالم، يعني هم يجيبونها من باب الحريه، فمن باب اولى حريه قطر هي تتخذ القوانين والتدابير اللي تشوفها مناسبه مع عاداتها وتقاليدها. استطاعوا الحصول ايا كانت الطريقه اللي حصلوا بيها، زي ما بيعملوا بيدعوا ان قطر عملت، وفي الاخر هي فازت. كثيرين من المغرضين من يريدون ان ينتقصوا من مكانتها كدوله استطاعت ان تثبت نفسها على الساحه العالميه بمجال الرياضه ومجالات اخرى. شيء كويس جدا وشيء يدعو للفخر ان الدوله العربيه المسلمه بحجم دوله قطر تنظم كاس العالم، وطبعا كل الدعم ليهم ونتمنى لهم التوفيق. في مغرضين ضد البلاد العربيه، التطور، الحداثه في الدول العربيه، مثل قطر دوله متقدمه. اخيرا يدخلوا الوطن العربي او التراديسيون العربي، دخلوها على ادفاس انترناسيوناليس. لكن قدر استحق في كاس العالم وكل شيء استحق، قدر بلد كويس. بس كلياتنا كعرب لازم ننبسط انه كدوله عربيه، دوله مسلمه، كوني انا مسيحي شلون بنبسط بتباهى انه كدوله عربيه بيستضيفها المونديال هذا.